السلام عليكم متابعي قناة تي في المباشر من سطات مشهد صادم وخطير بطريق ديال بن حمد. هذوما السيارتين معا اللي احرقهم واحد الشخص في مشهد خطير. المصالح الامنيه يعني كتتمكن من ايقاف الجاني في عين المكان. الواقعه كانت على الساعه الثالثه صباحا. تمكنت العناصر الامنيه الشرطه القضائيه والدائره من اعتقال هذا الجاني اللي قام بحرق هذه السيارتين معا يعني في ظروف غامضه. هذوما السيارات اللي تم الحرق ديالهم من طرف شخص. والمصالح الامنيه تمكنت من ايقاف هذا الجاني في ظرف وجيز. كنحاول نقول لكم متابعينا مشاهدينا الاوفياء للقناه على المباشر تفاصيل هذه الواقعه الخطيره لشخص يعني قام بإضرام النار في هذه السيارتين معا. والمصالح يعني الامنيه تمكنت من ايقاف الجاني في واحد ظروف قياسيه. سيارتين يعني معا يتم السيارتين معا يتم الحرق ديالهم من قبل شخص. لازالت يعني المصالح الامنيه الامن الوطني والشرطه القضائيه يعني تواصل تحقيقاتها في ظروف هذه الواقعه ديال احراق هذه السيارتين اللي تم الاحراق ديالهم ظروف غامضه. هذه السيارتين اللي تم الاحراق ديالهم يعني كيف يعني على المباشر. العناصر ديال الامن الوطني يعني المدينه ديال الصاط يتمكنوا في واحد الوقت قياسي ووقت زمني وجيز من ايقاف هذا الجاني. هذه المسيره اللي يتم يعني على المباشر متابعينا للقناه من خلال هذا البث المباشر. السياره الاخرى اللي تم الحرق ديالهم العناصر ديال الامن الوطني اللي كتقوم يعني في هذه الاثناء قامت بايقاف الجاني في واحد وقت قياسي ووقت زمني وجيز. كنحاولوا نقول لكم متابعينا مشاهدينا الاوفياء يعني في واحد المشهد صادم وخطير. هذه الواقعه اللي كانت على الساعه الثالثه صباحا تم ايقاف المعني بالامر هذه السيارات اللي تم الحرق ديالهم من طرف شخص. وتمكنات يعني العناصر ديال الامن الوطني من ايقاف الجاني وقت قياسي وزمني وجيز. يعني في انتظار القطر ديال السيارتين معا للمخزن البلدي تواصل العناصر ديال الامن الوطني بمدينة سطات يعني التحقيقات ديالها والابحاث ديالها في واقعة هاد يعني في الواقعة ديال الحرق وإضرام النار في هاد السيارتين معا. يعني كيف كتشوفوا يعني على المباشر السيارتين اللي هما في واحد الوضعيه يعني كارثيه. هذوما السيارات اللي تم الحرق ديالهم. نحاول نقول لكم متابعينا مشاهدينا في القناه على المباشر تفاصيل هذه الواقعه ديال الحرق ديال هذ السيارتين معا. العناصر ديال الامن الوطني اللي تمكنات في واحد الوقت قياسي وزمني وجيز من ايقاف الجاني. الان الجاني يعني تحت الحراسه النظريه في انتظار استكمال الابحاث هذوما السيارات اللي تم الحرق ديالهم من قبل واحد الشخص اللي
مجرد يعني الحرق ديال هذه السياره في تمكنات العناصر ديال الوقايه المدنيه من اكمال الطريق، تمكنات كذلك العناصر ديال الشرطه القضائيه والعناصر ديال الدائره المداومه من ايقاف المعني بالامر في وقت زمني وجيز. كنحاول نقل لكم مشاهدينا مشاهدين الاحياء للقناه على المباشر تفاصيل هذه الواقعه ديال تفاصيل هذه الواقعه ديال حرق السياره في المعنى من واحد الشخص هنا بطريق بالحمد. طريق بالحمد هذه السيارتين اللي هي الوضعيه يعني الكارثيه لهذه السيارتين اللي تم الحرق ديالهم، وتمكنات عناصر ديال الامن الوطني بالصطاف من ايقاف الجاني في ظرف قياسي وزمني وجيز. كنحاول نقول لكم متابعينا مشاهدينا الاوفياء للقناه على المباشر تفاصيل هذه الواقعه ديال حرق هذه السيارتين معا، والعناصر ديال الامن الوطني لولايه انصار تمكنات واحد الظرف قياسي وزمني وجيز من ايقاف المعني بالامر اللي هو في الحراسه النظريه الى حين استكمال الابحاث الجاريه والتقديم ديالو على انظار النيابه العامه المختصه. كانت هذه متابعينا مشاهدينا، شكرا. هذوما السيارتين معا اللي تم الحرق ديالهم من قبل واحد الشخص واللي العناصر ديال الامن الوطني بولايه انصار للشرطه القضائيه وللدائره الامنيه المداومه تمكنوا في ظرف قياسي وزمني وجيز من ايقاف هذا الشخص اللي قام بحرق هذا السيارتين كنحاولوا نقول لكم متابعينا مشاهدينا الاوفياء للقناه على المباشر يعني تفاصيل هذه الواقعه ديال حرق هذه السيارتين معا من قبل شخص في انتظار يعني قطر السيارتين معا. العناصر الامنيه مرابده بمكان حرق هذه السيارتين في انتظار يعني قطر السيارتين تواصل العناصر ديال الامن الوطني بولايه امن الصطاف الابحاث ديالها والتحريات ديالها لمعرفة أسباب وملابسات وظروف هذه الواقعة اللي هزات الرأي العام بالمدينة ديال الصطاف كنحاولوا نقول لكم متابعينا مشاهدينا الأوفياء للقناة على المباشر هذه السيارة اللي تم الحرق ديالها، يعني جوج ديال السيارات اللي تم الحرق ديالهم وتم إيقاف الجاني واحد وقت قياسي وزمني وجيز واحد المشهد صادم وخطير هذوما السيارتين معا اللي تم الحرق ديالهم من قبل شخص تمكنات العناصر ديال الامن الوطني من ايقاف الجاني واحد الظرف قياسي وزمني وجيز. عناصر ديال الامن يعني مرابده الى حين حضور حفر هذه السيارتين معا، واحد الواقعه يعني خطيره.